يشيد هؤلاء ملامح رمضان في شوارع غزة. هذا الفانوس ينصب كل عام إذانا بقدوم الشهر الفضيل. يقام قبالة شاطئ المدينة المغلق أمام المرتدين خشية من وباء كورونا. ليس شاطئ البحر وحده مغلق هذه الأيام، فوجهة الصائمين الأهم مقفلة هي الأخرى لأول مرة في شهر العبادة. لكن اللافت هو مشهد ازدحام السوق، رغم تحذير السلطات من خطورة الوضع في غزة مع سيناريو محتمل لتفشي الفيروس. الناس متخوفة، يعني أنا حاس إنه يعني إن شاء الله اليوم حنشتغل الناس، أنا يعني في إمكانية لتنضب، يعني بعد هيك حتى تحجر حالها الناس، لأنه من خلال يعني الرؤية اللي لاحظناها على المعابر كل يوم إصابة أو تنتين هنا بها بتأثر على أسواقنا وبتأثر على حياتنا وبتأثر على كل شيء، إنه على مناحي الحياة موجودة عندنا. السوق تزين بحلة المناسبة وبضاعتها الخاصة، توفرت الأصناف بتنوع ألوانها وغابت الطمأنينة. الحالة اليومية هذه يعني بتكون أكثر من هيك، لكن الناس يعني ناس نسبة عالية مطبوبة في بيوتها، يعني فهمت كيف؟ إلا إنه يعني بتلمس حالة من يعني في ناس في أجواء في أمور زي هيك، لكن برضو القوة الشرائية والحركة الشرائية ضعيفة جدا. التدابير المتخذة في غزة لم تصل إلى الآن حد منع مثل هذه التجمعات، وهذا ربما يشجع على وجودها. قليلة هي مظاهر البهجة في هذه المدينة التي تكابد الاحتلال وحصاره، لذا فإن سكانها يحاولون التوفيق بين الحفاظ على مظاهر الفرح والحرص على السلامة والنجاة من الوباء. محمد المشهر، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.